في هذه الحلقة نستضيف من خلالها ليلى العيماني. ليلى العيماني تقدم نفسها كمستشارة قانونية، أدلت بتصريحات بخصوص ملف الكولونيل نور الدين العطور. نور الدين العطور كما هو معروف يعني تتقاذفه روايتان، رواية ديال السلطة اللي كتقول بأنه احتمال وجود حادثة سير، بينما ابنة الكولونيل والإخوة ديالو كيقولوا بأنه ضحية عملية قتل مدبرة. ليلى العيماني أدلت بعدد من التصريحات خاصة تجاه الابنة ابتسام، وقالت بأنها لم ما عندهاش ما كانتش موفقة بالخرجات ديالها، وقالت بأن ديك 30 مليون اللي كانت ابتسام لا وجود لأطال لها، وقالت بأن الجهة اللي خصها تتهم ليست ابتسام، بينما القانون أوكل الاتهامات لقاضي التحقيق وللنيابة العامة. وقالت بأن تقدر تقلب عليها هاد التصريحات اللي قالت ابتسام في أي لحظة من بعد ما تأخذ البراءة الجهة اللي كتهمها ليلى. احنا في هذه القناة سألنا واعتبرنا أو كان تساؤل، ويمكن لكم ترجعوا للعنوان، قلنا بأنه تهديد ابنة الكولونيل ودرنا علامة استفهام، يعني نتساءل واش هذا تهديد لابنة الكولونيل. ثم اعتبرنا بأن هناك تشكيك في وسائل الإثبات ديال ابنة الكولونيل، وبأن هناك زرع ديال اليأس بأن الملف راه بشحال هذه وبأنه غاد غنجبدوا، وعاد هلم جرى من المعطيات. ليلى العيماني اعتبرت الخرجة ديالنا البارح بأنها خرجة مسيئة وسببت لها عدد من المشاكل وطلبت حق الرد. قلنا لها مرحبا بك، هذه المنصة دائما لا تعدم أحدا في حقه في الرد، خاصة وأن حق الرد كيكفلوا لها القانون. إذا غنطلعوا دابا الأستاذة ليلى العيماني غنناقشوا هذه الخرجات ديالها، واش بنت الكولونيل كانت موفقة ولا غير موفقة في الخرجات ديالها، ونسلطوا الضوء على هذا الملف هذا اللي عند قاضي التحقيق. وإذا اتسعنا الوقت قد نتطرق مع الأستاذة ليلى إلى مسائل أخرى. ليلى مرحبا بك. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بجميع المتتبعين، أهلا بك سيد المهداوي، وأخيرا تسميتي صحيحة. ها أنت شديتيني قدام المغاربة دابا. قلتها لك أنا. ليلى أنا شوف اسمحي لي بكل فرح، يعني يعز عليا ما نقول والله ما كنت عارف سميتك اقسم لك بالله، هذه وحده واللي ما عرفتيه خسرتيه. لا واش حال قد نعرفها الاستاذه ليلى راه 7 8. هضرتي عليا في الغيبه ديالي، على الاقل سميتي صح. لا باش اسميها قلنا ليلى العلماني، هي العيماني. لا 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 ماشي هي العلماني، انا قلت لك ما فهمتينيش. وانا شحال من واحد تيقول لي حميد، كاين اللي كيقول لي حمداوي، الناس كتعادي السميه بعد مره ما كتجيش. هذا الامور مشكله حيت حنا في القانون السميه مهمه، لاننا بغيتي لكن غادي نشكيوك غتكون مهمه. انا ضروري، وانا راه كلشي باغي يشكي بيا، انا كنعطيهم صحيح لهم سميتي واخا سيدي. ليلى الاستاذه ليلى، اذا رمضان مبارك، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، انا مستعده للاسئله ديالكم ومستعده لحق الرد للمغالطات اللي دازت في حقي. اولها العنوان ديال الحلقه ديالكم سيدي، انها كانت فيها المستشاره تهديد بنت الكولونيل، هذا غير صحيح. جميع الخرجه ديالي كلها ما فيهاش تهديد بتاتا، لان التهديد راه عنده شروط. حنا دابا راه غنهضروا من الناحيه القانونيه، لان الناس اللي كياخذوا المفاهيم غير من يعني العاميه وما يتداول وهذه. لا، حنا دابا انا خرجتي مع اخصائي، خاص تخرج المفاهيم القانونيه الحقيقيه الصحيحه ديال كل كلمه كلمه. اذا التهديد ما كاينش، لان التهديد خاص يكون عند موراه مصلحه، خاص يتوفر لك الشروط والاركان بانك باشرتي واحد التهديدات وواحد التحذير وواحد باش تاخذ المال او لا تضر بالانسان او لا تضر بالنفسيه ديالو. انا هذيك الخرجه اللي قلت ماشي هددت، انا شرحت القانون بان السلطه ديال الاتهام هي خاصه بشخص ومؤسسه بشخص سيد وكيل الملك وبمؤسسه قاضي التحقيق، وهذا ليس فيه تهديد، هذا فيه صحيح للمعلومه باش الواحد ما يبقاش يخرج غير هكا. كاين يمكن الواحد يخرج ويهضر على الملف ديالو بحال اللي قلتي انت، يا ايوا دابا ها هي خرجت هضرات على الملف ديالها، عاد يسمعوا ليها الناس. حقيقه يمكن لك تخرج تهضر على الملف ديالك بلا ما توجه الاتهام، لان انا قلت لك السلطه تنفرد بها اجهزه، منوع عليك تقول، تقدر تقول ماشي حتى الاتهام غير الشبهه. بلاتي بعدا قبل ما نمشيو لهاد، حنا بعدا العنوان ديال الماده حنا غنشروه دابا باش نذكروا به الجمهور ونذكروك. شوفي الفوق في لامينياتور،
تهديد درنا علامه استفهام. ملي كدير علامه استفهام يعني هنا الصحفي يتساءل، هذه عمل دابنا عليه في الصحافه. ملي كنديروا علامه استفهام هنا الصحفي يتساءل، قلنا تهديد، واش كتهدد؟ هل تهدد؟ نقطه اخرى هو ها احنا قلنا هل تهدد؟ هل تهدد المستشاره القانونيه السيده؟ اذا هذا راه درنا علامه استفهام. علامه استفهام في تركيبه الجمله، في تركيبه الجمله في القانون غلطه، لان نقول التهديد عنده اركان ديالو. واخا حنا دابا ما عارفاش اي، غنجيو التهديد وغنشوفوا واش عندك شي مصلحه انت في ذاك الملف اللي تخرجي له ولا ما عندكش. حيت خص الواحد يقدر يكون عندك حتى انت هي مصلحه، حنا ما عارفينش دابا، حنا غنمشيو وحده بوحده. انا تنقولها لك من هنا ما عندي مصلحه حتى في شي ملف. الله اعلم. انا دابا غنمشي وحده بوحده. هذا التصريح ديالي انا تنقولها لك، حيت انا عندي مصلحه. ولكن انا ماشي ملزم انت يخبيك، عفهم انا صحافي. عرفتي، ولكن انا قانون، انا مصلحتي هي تصحح القانون، حيت هذاك هو الموقع ديالي والتكوين ديالي. اي شنو هو اي صفه؟ اي صفه؟ صفتي مستشارة قانونية. شي حاجة خرجت للرأي العام أنا مجبرة أنني نصلحها، خرجت غلطة خصني نصلحها. مستشارة، أنت محامية؟ لا، مستشارة قانونية. يختلف مهنة المحاماة عن الاستشارة القانونية. الاستشارة القانونية بوحدها والمحاماة بوحدها. المحاماة تنفرد بالدفاع، والاستشارة تقوم بدراسة الملفات وتتنبأ وتدلي الرأي ديالها في الدراسة ديالها والمساطر القانونية التي يجب أن تتبعها لربح الملف في جميع مراحل التقدم. نعم. ولكن الاستشارة القانونية أعطاها المشرع في البند الخامس من المادة 30 للمحامي، ما أعطاهاش شي شخص آخر. اي، ولكن راه كاينه حتى في قانون التزامات العقود في الماده 83، وكاين اللي عنده رخصه وعنده واحد الدبلوم، واحد الشهاده جامعيه فيها الحق انه يدير الاستشاره القانونيه خارجه بظاهر، اذا عندك الحق تمارس الاستشاره القانونيه. وانا ملي قدمت الوثائق ديالي. لا شنو هو، انا بغيت غير نسولك استاذه ليلى، شنو هو الاطار القانوني اللي كينظم هذا العمل ديالك؟ اطار قانوني. شهادتي الجامعيه. شهادتك ماشي متخصص. لا راه تخصص، لا اطار قانوني. كنقولوا الاطار دابا، ما كنقولوا مثلا القانون مثلا ديال المحاماه مثلا اطار كينظم العمل. ملي كنقولوا ما كاينش الاستشاره القانونيه، ما عندهاش القانون، ولكن انا عندي المكتب فيه الرخصه، حيت كان يمكن لك تمشي اما بالقانون اما تمشي تفتح مكتب ديال شخص ذاتي وتفتح المكتب ديالك وتبدا تمارس المهنه ديالك. وانا حصلت على الرخصه وحصلت على جميع الشروط وكل شيء من الوزاره. شكون الوزاره؟ وزاره التجهيز هي اللي عطاتني كل شيء. وزاره التجهيز؟ وزاره التجهيز؟ عطاتني الرخصه وعطاتني. ولكن ما عندهاش الاختصاص، وزاره التجهيز ما كتعطيش الصفه ديال الصفه. لا ماشي الصفه، اللي كيعطيك الصفه هو السجل التجاري، لان هذه مساله تجاريه، عمل تجاري ديالي، لانني فتحت المكتب في اطار شخص ذاتي. فهمتيني، شنو هو الاطار القانوني اللي كينظم استشارتك القانونيه؟ شنو هو الاطار اللي كينظمها؟ ما كينظمهاش حاله بالدبلوم ديالي وبالرخصه. ها؟ بالباتونت روجيس كوميرس، بالرخصه وبالباتونت روجيس كوميرس وبحكم قضائي عاد ذات حتى هو. حكم على حكمين قضائيين فيهم الاعتراف بالاستشاره القانونيه ديالي، حكم نهائي. شكون هذا؟ ديالي انا. علاش واخا نمشيو بهذا المنطق، علاش غتمشي للحكم القضائي اللي كنتي كتقولي الوزاره كافيه وعطاتك؟ علاش مشيتي للحكم؟ هذاك غير حيت ملي تابعوني بعض المحامون ربحتهم وخديت الحكم القضائي فيه الاستشاره القانونيه وكان نهائي. على واش غير ساند القاضي؟ حيت القاضي كيطبق القانون، ما كينفذو ما كينظش. لا، القاضي يعتمد على الوثائق ديال المكتب ديالي وديال التخرج ديالي. شنو هو الاطار القانوني اللي غيعتمد عليه القاضي؟ القاضي خصو يكون عنده السلطه. لا، القاضي عنده السلطه التقديريه، وكانت هذيك هي اول مرة كيخرج هذا الحكم هذا اللي فيه الاستشارة القانونية، اعتراف واحد المهنة اللي من مورا ما طعنوا فيها واحد الجهات، خديته أنايا بالحكم القضائي. ولكن ليلى